الرعب ده، وسط الرعب ده مجموعة كده تتقدم بينادي عليها الملك عشان يستظله بظل شجرة بظل عرش الملك. يبقى تحت العرش، يبقى تحت العرش، يبقى تحت العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ويستظل بظل عرش الملك جل جلاله ربي مجموعة من الخلق. مين دول؟ يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعلني وإخواني وأخواتي منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبعة، دي رواية. يظلهم الله في ظله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. من دول؟ إمام عادل، حاكم عادل. شوف مكانة الحاكم العادل فين. الإمام العادل الذي يسعد رعيته وتسعد به رعيته في ظل عرش الملك. إمام عادل، إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله. الله، أبشر أيها الولد والابن الحبيب، يا من استعليت على شهواتك، يا من استعليت على الشبهات وقبضت على الدين وكأنك تقبض على الجمر وسط هذه الفتن، أبشر والله العظيم بشرة. لو حبست نفسك حتى تلقى الله، والله لا يساوي هذا في جانب هذه البشرة أي شيء. حبيبنا المصطفى يصف الجنة، يوصف الجنة. طب والنبي شافها؟ ده دخلها، ده دخلها، ده دخلها. بتقول ايه؟ بقول لك النبي دخل الجنة، رآها رأي العين، ودخلها، ودخلها، ورأى ما أعد الله فيها لأوليائه من النعيم. رآها وهو في الدنيا، ورآها وهو في ليلة الإسراء والمعراج. أيوة، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف مد إيده كده عاوز ياخد حاجة، وبعدين رجع تكعكع يعني تأخر تاني. الصحابة استغربوا قوي بعد ما خلص النبي، يقولوا لي يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تفعله، رأيناك تناولت شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت. فقال الحبيب رأيت الجنة وتناولت عنقودا منها. الله أكبر، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. أوصف لنا الجنة يا رسول الله. قال إيه؟ خلي بالك، قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة. أنت عارف اللبنة يعني إيه؟ الطوبة، الطوبة اللي بتبني بيها. بس اللي بناء الجنة بقى طوبة ذهب وطوبة فضة، طوبة ذهب وطوبة فضة. طب بالله عليك يا أخي، بالله عليك عاوزك تتصور معايا، لبنة طوبة ذهب وطوبة فضة، المونة، المونة اللي بين الطوبة الذهب والطوبة الفضة تبقى ايه؟ تبقى طين، مستحيل. طب تبقى اسمنت؟ والله مستحيل. امال تبقى ايه؟ تبقى مسك. الله، مسك. الله، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها، الملاط يعني المونة. شوف كلام سيدنا النبي حلو جميل ازاي، احنا يعني اهو الله يسترنا، انما شوف كلام النبي وملاطها المسك. المونة بين الطبتين مسك، يا خبر ابيض. طيب امال الطب بقى والحصى اللي في ارضية البناء الذهب والفضة واللي بمسك ده، الحصى في الارض يبقى ايه؟ وحصى بقى اللؤلؤ والياقوت والمرجان. طب والتراب مسك، والحشيش الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، فيه نعيم ما فيش بؤس. لا يبولون ولا يتغوطون، ما فيش لبون ولا غائط في الجنة. الله، إيه مش هناكل ولا ايه؟ انت هتاكل وتنبسط وتبقى تمام ما شاء الله. انت ما عليك بس تشتهي شيء الا تقول سبحانك اللهم، ما تطلبش، انت بس سبح سبحانك اللهم، تجد ما اشتهته نفسك امام عينيك وبين يديك. ويشتد الطير في البستان.
أنا عاوزك بقى تتصور الحسن والجمال التي سيهبه من وهب الحسن ومن وهب الجمال لامرأتك من أهل الجنة. هتبقى قطع تاني خالص. هل رضيتم؟ أنت راضين؟ هل رضيتم؟ فأقول أهل الجنة وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فأقول العزيز الغفار أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول الملك أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال فيكشف الحجاب وحجابه النور وحجابه النور. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. جلت قدرة الرحمن. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شادي رفقته ويغريها وتحمل.